ثريا وكيم 34 عاما من لبنان. مساء الخير. ثريا، من ايمتى انت على لائحه الانتظار؟ 2008. شو ناطره بالضبط؟ الحياه بيوم من الايام يندق يقولوا لي انه في متبرع. متبرع لشو بعم بتقول؟ قلب ورئتين وان شاء الله. ناطره يندق التليفون قلتي لي مشان حدا يتبرع بقلب ورئتين. نعم، بس شو بتعني لك رنه الهاتف؟ حياة، بس أنا عايشة فيها وبلاها. من أيمتى وأنت بتعاني مشاكل قلب ورئتين؟ من الولادة عندي مشكلة بالقلب، ومن بعدها يعني أثر على مع الوقت على الرواية. شو الخطوات الأولية؟ يعني عملت فحوصات وحطيتي يعني فحوصات بحطوا كل أعضاء وعلاقة الانتظار كيف حطيت؟ من بعد ما بعمل كل فحوصاتي يعني للجسم كله بعتقد هيدي. نعم. باخدها بيعملوا عليا فيش كبير، وبعدين وديت له هي، قال لي هلا انت بندرس الموضوع لنشوف انه شو اذا جسمك بيقبل انه ينحط يدخل عليه جسم جديد. اوكي، لقى انه جسمي قابل فيه نشاط لهالشيء الحمد لله، قال لي اوكي وهلا انت صرتي بلائحه الانتظار، وانا باذن الله ناطره. حكينا عن رنه الهاتف باول حلقه. سأبت نحن عم ندعيكي مشان ندعيكي على البرنامج، عم نحكيكي ندعيكي. نعم. على البرنامج دق التليفون رديتي. نعم. فيك تخبرينا شو صار؟ تخبرين المشاهدين شو صار؟ أول شيء إنه رديت رد زوجي، وما عرفنا نحن إنه من عند حضرتكم شوي، لأنه دغري نسمع إنه نحن من قبل دكتور. نحن سمعنا من قبل المستشفى، يعني كنت أنا بحفلة بالبناية بعنا عرس وضجة وأنا عم بستقبل ناس وهيك، بقى وقت هيدا اللي سمعنا إنه من قبل الدكتور، يعني اللي استوعبناه إنه المستشفى. بقى قال لهم دقيقتين بس لحتى أبرم عليا وجيبها تحكيكم، وبهالوقت انقطع الخط ورح الإرسال. بهالحالة ما عشان قدرنا نحن ننطر، يعني قال لي خلص بركي هني بحاجتك بالمستشفى يلا تعي. حملنا حالنا وما نطرنا التليفون ورحنا على المستشفى. شو صار حديث بينك وبين جوزك بالسيارة يعني؟ على الطريق أنا ورايحة قمت قلت له، قال لي شو برأيك معقولي هلأ يفوتوك على المستشفى؟ أنا كان براسي نازلين ورز وعرس، يعني قال له يا الله كيف بدهم يبلشوا لي هلا. بعد شوي قلت له، يعني طلعت هيك بوهله قلت جورج، قلت له معقوله يعني في هلا مدارس واولاد قلت له ما بعتقد اني انا هلا وقتها. قال لي معقوله توصلي لهالمرحله وتقولي وقتها او مش وقتها؟ يعني بلحظه حسيت انه انا عايشه فيها وبلاها، يعني مبارك. بس اكيد جواتي بده هالشيء، اولادي بدهم ياني، جوزي بدي اياه وبده ياني. وصلتوا على المستشفى؟ ما طلع. ما طلع، بس يعني كمان شغله حلوه. عم تقوليها بضحكه، بس ما كان في خيبه امل وقت وصلتي على المستشفى؟ لا، ما خلصت معي الدنيا، لا، ما ديل دقوا هالمره، رح يدقوا غير مره. ما عندي خيبه امل. جوزك صار عنده خيبه امل؟ لا، لو عنده خيبه امل ما تجوزني من الاول عن هالموضوع، هو بيعرف كل شيء عني قبل. كيف بتعودي عن ضعف القلب؟ بمشاركة جوزي بحياتي، قلبه وقلبي بنقدر نعطي الحياة. ثريا، وقتها حبلتي أول مرة ما خفتي على حياتك؟ قلتي حسيت عم ببني حياة. حسيت في جواتي حياة أكبر عم ببنيها. الخطر كانت على حياتك أم حياة الجنين أكبر؟ انت بشو فكرت الاولويه؟ لا، هو يمكن كان الحياه بالاول بتكون على الام، يعني لانه ما بتكون قادره على هالشيء. بس انا ما حسيت، يعني قد ايه بتحملي؟ فكرت بال ثريا اليوم قد ايه بتحملي اولادك اكثر من طاقتهم؟ بدهم يتعودوا انه يمكن بكره ما تكون امهم معهم. الحياه مستمره، انا فقدت بيي مثلا بس بعدني عايشه
وأنا عندي مشكلة. كيفك فيرجينيا؟ فيرجيني. فيرجيني؟ وقت أمك تتعب شوي، كيف بتساعديها؟ بصلي ليسوع وبقلها خليها تنام لترتاح. قد ايه بتحبيها للماما؟ كثير. بتعذبيها؟ إلي بعذبها؟ أوقات. ليه يا إلي؟ ليه بتعذبها؟ ما بعذبها. شو؟ يعني بالأساس هن أولاد؟ أكيد. سوريا، الأمل كربالك أم كرمال العائلة؟ بكذب؟ مش رح أكذب. إذا ما أنا حبيت الحياة ما بقدر أعطيهم حياة. أنا بحب كرمالي. وقت بترجع بتشوف الماضي وراكي، كان في صعوبات، كان في تحذيرات، خطيت الصعوبات، خطيت التحذيرات، وأنت اليوم كونت عائلة فخورة فيها قد الدنيا. أكيد قد الدنيا. بكرة كيف بتشوفيه؟ كل يوم أحلى من بكرة، كل يوم أحلى من امبارح. وأنا عندي شغلة يعني بشكر ربي عليها، إنه صاحبة نسيان كتير سريع. الماضي دغري بنساه، ما بخاف من وجعي يعني الحمد لله. بقول بكرة رح صح، الوجع بينتصر. الحياة حلوة، ليش بدي ضل اتذكر الأشياء البشعة، الوجع، المرض؟ إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.